المشاهدين التقرير اللي بعده مخالفات البناء وسكن العزاب في بنيد القار. احنا بنيد القار سكن العزاب هناك منطقه جدا حديثه، وهذا السكن يعتبر احد الانظمه واحد الامثله الجميله في التطور العمراني. مبروك للي ساكنين هناك على هالتطور الجميل. شوفوه السلام عليكم. هذا كان بنى المخالف أحمد. مو أمس وزير الإسكان يقول المدن الذكية، هذا السكن الذكي العبقري الابتكار. هذا ابتكار، هذا ابتكار، هذا قمة الابتكار. أرد على الحبيب اللي يقول لي أخوي سالم العتاني، يقول لي 1000 دينار عراقي، أقول لك 10000 دينار كويتي تقول لي 1000 دينار عراقي؟ 10000 كويتي من يزيد ترى للأسبوع الجاي. آخر تقرير أعزائي.